جماعة من بيعبدوا ربنا يسموهم بني الأنبياء، قالوا لإليشع عايزين نسكن بعيد كده في واحد، يعني بس يتوحدوا بقى هم وعيالهم ومراتاتهم يعني عشان يعرفوا يصلوا ويتعبدوا ربنا ويطلعوا من وسط الزحمة. المهم كل واحد خد الفاس بتاعته وراح عشان يقطع من الشجر ويعملوا أكواخ يقعدوا فيها. واحد الفاس بتاعته وقعت في البحر، صرخ: آه الحقني يا سيدي، ده أنا مستلفها مش بتاعتي. قال له: إيه حصل إيه؟ قال له: الفاس وقعت في البحر، أجيبها إزاي دي؟ طبعا حديدة. فراح إليشع النبي جاب عصاية وصلى ورماها، قال له: فين؟ قال له: في الحتة دي. راح رماها في الحتة دي، راحت الفاس طلعت جنب العصاية، قال له: خدها لنفسك، مد ايدك خدها. قالوا الاباء: العصاية دي هي الصليب، نزل المسيح من السماء، نزل في بحر هذا العالم، خلى كل جنس البشر اللي خطاياهم تقيلة وغرقانين طفوا على الوش البحر، بس ناقص كل واحد ارادته يمسك العصاية بايده عشان ياخد الخلاص والنجاة، يمسك الصليب بايده ياخد النجاة. يعلقوا الآباء عليها قصة بتاعت بولس الرسول لما كانوا راكبين السفينة وكسرت بيهم السفينة، قال لهم: ما تخافوش، ربنا قال لي حدش فيكم هيغرق ولا هيحصل له حاجة، كل واحد فيكم يمسك أي حد خشبة من السفينة ويركب عليها ويعدي إن شاء الله. فكله مسك خشبة، يقول لك سلمنا فصرنا نحمل على حتة خشبة على الصليب. لأن كده درس جميل قوي، كل اللي يتعلق بالصليب ياخد خلاص، كل يمسك في الخشبة حتى لو حياتنا اتكسرت وقعنا في خطايا صعبة، اتعلق بالصليب.